انا الصراحة ما بحبش الفيديوهات بتاعتي تبقى عبارة عن محاضرات، كل ما هنالك ان انا بشارك الناس بعض نتائج التجارب اللي انا عديت بيها او اللي سمعتها من كم البشر اللي هم كانوا بيتكلموا معايا على مدار سنين طويلة. فانا دلوقتي في الفيديو ده عايز اتكلم عن نقطة محددة خاصة باختيار شريك الحياة، سواء من الراجل وهو بيختار الست او العكس. انا من انصار الزواج التقليدي، يعني الراجل يقابل الست او البنت ويلتقوا عائليا، عشان الارتباط ده ما هوش ارتباط شخصين بس، ولكن ارتباط كيان مع كيان. انت بتكبر العيلة وبتكبر الاسرة وبتكبر الترابط، ويكون الترابط ده قوي. فأنا من أنصار الناس ده، الزواج ده اللي هو التقليدي، هو بيجي البيت يتقدم، بيسمع العيلة، يجي يتقدم في العيلة. طبعا الزواج عن حب لذيذ جدا وممتع جدا، ويمكن هو أحلى حاجة في الوجود، ولكن ليه المخاطر بتاعته برضو لو حصل إن عائليا في بعض الاختلافات أو المشاكل. فالزواج التقليدي بيبدأ عائليا الناس ترتبط، عقليا هو اللي بيخطط، عاطفيا بقى او قلبيا بيجي بعد كده. الخطوة الاساسية في الموضوع بتاع الزواج التقليدي هي كلمة واحدة ارجو من الجميع يفهمها كويس، وهو القبول. لما يكون عندك قبول للانسان اللي هترتبط بيها، وانت يكون عندك قبول للشخص اللي هترتبط بيه، انتوا الاثنين قابلين بعض بقى شكلا وموضوعا وكلاما وافكارا. فما بيبقاش المحرك الاساسي في الاختيار ده هو القلب، لان مراية الحب عمية بتخليك ما بتشوفش. فانا انصح اللي بيتفرج على الفيديو ده لو هو او هي لسه ما اقبلوش على خطوة الجواز، يفكروا كده شوية في الحتة دي. وانت بتستخدم عقلك اقوى بكتير واحسن بكتير وامن بكتير عما لو استخدمت قلبك. القلب حاجة تحفة، حاجة كويسة جدا، لو القلبين حبوا بعض من غير اي حاجة خالص ده احسن حاجة في الوجود. ولكن الموضوع في الارتباط والزواج ما بيبقاش قلب زائد قلب فقط لا غير، انت عندك اطراف من هنا واطراف من هنا، ودايما في النهاية هتحكم العقل وانت بتاخد القرار. ارجو ان الفيديو ده ممكن يكون يعني هيساعد ناس، واللي عنده اي سؤال انا هستنى اسئلتكم في التعليقات، اللي منها ممكن اعمل فيديوهات تانية. وفي اللايف الجاي هتكون بتكلم على كيفية الاختيار او ايه هي الاقتراحات اللي ممكن الناس تحطها في اختياراتها لشركاء حياتهم. تحياتي للجميع.